قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 8400 شخص نزحوا من غربي الموصل بشمال العراق خلال اليومين الماضيين فقط بسبب استمرار المعارك هناك. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي عقده بنيويورك إن أعداد النازحين يومي الخامس والسادس من يونيو الجاري تشكل أعلى مستوى للنزوح يتم تسجيله منذ الأسبوع الماضي، معربا عن قلق الأمم المتحدة إزاء حماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها داعش بالجانب الغربي من الموصل، حيث يعتقد أن أكثر من 100,000 شخص لا يزال في المدينة القديمة والأحياء الشمالية.